خلينا اتكلم بقى على الحتة الفنية كمان او الاخطاء. اولا باتشيكو عمل اخطاء من وجهة نظري، انا بتكلم على المستوى الشخصي، اللي هو خروج بن شرقي. وانت بتتكلم تعالوا لي يا جماعة كده ارجع له الصورة. اول حاجة بن شرقي انا شايف اللي هو تغيير مش منطقي خالص، يعني الراجل الوحيد او هنقول مفروض الراجل ده يبقى موجود لحد ما المباراة تنتهي، لانه هو صاحب حلول. يبقى انت ما ينفعش بن شرقي تطلعه حتى لو في الدقيقة 92 وفضل دقيقة، ده يتساب في الملعب، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين ودي مهمة جدا، معلش ركزوا معايا. رقم اتنين، انا لما كنت بطلع واقول سواء هنا سواء في برامج تانية على اون او في اي برنامج بطلع فيه، بقول ان الدكة لازم يبقى في عندك دكة كويسة. شفنا وعلى طول طبعا انت بتقارن بين المنافسين، يعني المنافس بتاعك الاهلي او الزمالك او الزمالك والاهلي يعني. فانا بقول ان الدكة عند النادي الاهلي مميزة، لان مش مميزة، مش بقول كده يبقى انا بشجع النادي الاهلي، الناس كلها عارفة طبعا انا راجل زملكاوي يعني، ولكن البرنامج بتاعي ده برضو برنامج عام، يعني برنامج على الكرة المصرية كلها، لكن برضو انا راجل زملكاوي. عايز اقول ان لما قلت ان الدكة في النادي الاهلي مميزة بالاسماء، وشفنا في الشوط الثاني في ماتش المقاولين ايه اللي حصل لما الراجل عمل خمس تغييرات ونزل الناس اللي بره، حصل الفارق اتنين، جابوا جونين وعمل جون والكلام ده كله زي ما انتم شفتوا وتابعتوا يعني. طيب هتقول لي ليه يا وليد بتقول الكلام ده؟ اقول لك ليه، لان لما اطلع بقول كده الناس كتير بقى في الكومنتات يقول لك ده وليد ده عرع الزمالك، ده وليد ده ما اعرفش ايه، يعني بالكلام كده طبعا انا مش معترف بيه تماما، لكن انا بوضح بقول مش معنى ان انا بقول الدكه او بقول ان نادي الزمالك بيفتقر للدكه القويه يبقى معنى كده ان انا بقطع في الزمالك، او ان انا خلاص قلبت اهلاوي لما اقول في الاهلي. يا جماعه افهموا، لما انا بقول كده بقول عشان يبقى الزمالك قوي، ودي هتبقى حاجه كويسه للنادي بتاعي. فانا بقول في ازمه ماليه وانا عارف وانا انفردت معاك وقلت، لكن انا بتكلم على الفني دلوقتي، فني بعيد عن ازمه ماليه. في ازمه ماليه خلاص، يبقى ده المتاح بتاعنا وده ايه بنحاول نعمله، فنحاول نجيب مصدر دخل عشان نجيب لعيبه اذا كنا هنجيب لعيبه. مش هنعرف خلاص ده بالازمه اللي موجوده خلاص هنعمل ايه، لكن خلينا الحته الفنيه بقول ان الدكه في نادي الزمالك اضعف بكتير من المنافس بتاعك النادي الاهلي، فده مش تقطيع في نادي الزمالك او في كلاعيبه كوره اللي موجودين في نادي الزمالك. هتقولي ليه دليلك ايه؟ اقول لك دليلي في ماتش المقاولين مع النادي الاهلي، انت شفت الفريق عامل ازاي. طب انت في ماتش اسوان، انا قلت طبعا الاول عدم التوفيق ده رقم واحد، لو في توفيق طبعا كنا الماتش ده 3-4. طيب مفيش توفيق زائد التغييرات، تغيير بن شرقي انا مش مقتنع بيها تماما خلاص، لان ده لازم يفضل في الملعب لانه حل، لان انت بتفتقر للحلول، ده امر احنا شايفينه، لكن تغيره لا ده خطا كبير. طب ثالث حاجه بثبتها، طيب انت في التغييرات عملت ايه؟ في الدقيقه 67 دخلت شيكابالا نزل وخرج حازم امام، يعني انت خرجت باك رايت ونزلت شيكابالا طرف، برضه طرف بيقدم حل طبعا شيكابالا ومميز الفتره دي، لكن برضه مش حل قوي قوي اللي هو انت تنزله انه بيلعب طرف برضه، يعني بمعنى اللي هو بيعمل تصويب من بره بس الدنيا زحمه، بيعمل سرو ممكن، لكن برضه حل مش قوي قوي برضه. تاني حاجه في الدقيقه 82 اسامه فيصل مكان اوباما، في الدقيقه 82 يعني خلاص مكان اوباما، وبرضه اوباما ما يطلعش، يعني اوباما حل، ما ينفع تطلع اي حاجه تاني، طلع اي حد يعني، شوف انت كراجل فني، لكن اوباما برضه ما يطلعش من الملعب لان ملوش بديل، ده اللي انا بقوله. يعني رقم 10 في نادي الزمالك دلوقتي مش موجود غير اوباما، ماشي. طيب وفي دقيقه 90 انا بحاول اجري بالكلام سريعا، علوا صوتكم شويه يا جماعه، في الدقيقه 90 يعني بجري بالكلام عشان الوقت. في الدقيقه 90 فرجان الساسي مكان امام عاشور، طب انت طلعت فرجان الساسي نص ملعب وبيلعب من تحت، يعني تغييرات انا شايفها
مش مقنعه تماما ومش هتقدم الحل ان احنا متوقعينه. طيب يبقى احنا دلوقتي متفقين على حاجه، دكه نادي الزمالك مع الاحترام الكامل طبعا لنادي الزمالك ناديه واللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، الحلول قليله جدا بره، وانا اتشتمت كتير جدا، لكن انا بقول كده لصالح نادي الزمالك. الازمه الماليه دي شيء تاني، لكن انا بتكلم كفني بقى. النادي الاهلي لا، دكته اقوى بكتير. انت عندك عدم توفيق، ماشي ما فيش مشكله زي ما انا قلت، واخطاء باتشيكو اللي حصلت وده باين، وعدم بعض اللعيبه برضو، واحد زي زيزو مثلا برضو لسه ما مش حل قوي دلوقتي، احنا شايفين التكتل الدفاعي مش هتلاقي المساحات اللي تروح فيها، يبقى انت عايز واحد مهاري، انت ما عندكش الكلام ده كنادي الزمالك. لا اما انت كنادي الزمالك لازم تخلص المباراه في الشوط الاولاني او بدايه الشوط الثاني، لو قعدت فتره نص الشوط الثاني هتبقى مشكله بالنسبه لك، لان انت بتفتقد للحلول. طيب نيجي بقى للعنصر المهم جدا هو التحكيم. هتقول لي يا عم انت ماسك في الفرقه وسايب التحكيم، اقول لك لا، التحكيم ده اساسي، دي كارثه، دي كارثه يا جماعه، ضربتين جزاء خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى الثانيه الثالثه مراحل سهله التعامل معها. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.